أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من مشاركة، البرنامج الذي يعنى دوما بالقطاع المالي الإسلامي. معكم أنا الطيب عبد الماجد، وفي حلقة هذا الأسبوع نتابع تقرير جديد لموريز يستعرض الفرص الجديدة أمام التمويل الإسلامي، ونفتح في حلقة اليوم ملف المسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية في الكويت. المؤتمر الأول لوكالة موديز للتصنيف الائتماني والذي عقد في الرياض هذا الأسبوع ناقش عددا من القضايا التي تتعلق بالأسواق العالمية والتمويل الإسلامي والقطاع المصرفي والتأمين. حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو سيد أشرف مدني، نائب الرئيس لقطاع المؤسسات المالية في وكالة موديز للخليج العربي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. الله يسعد أوقاتك. يعني ونود من خلالك أن ندخل إلى أجواء هذا المؤتمر، ظروف انعقاده والتوقيت وأبرز ما جاء فيه. حقيقة إحنا في موديز بنقوم بمثل هذا المؤتمر في معظم مراكز تواجدنا في العالم. على سبيل المثال في عندنا مؤتمرات في نيويورك، في لندن، في دبي، ومن سنة تقريبا حصلنا على الترخيص في السوق السعودي، فقررنا إنه احنا نضم السوق السعودي للائحة المؤتمرات او لائحة المدن اللي بنسوي فيها المؤتمر. طبيعة الحال نعرف حجم السوق السعودي، تعدد قطاعات المصدرين، اعداد المستثمرين وحاجتهم لهيك مؤتمر، صراحة كانت دافع رئيسي لنا على اساس انه احنا نقوم بهذا المؤتمر. بالغالب بالمؤتمر احنا نتطلع على أو بنحاول نغطي التطورات الائتمانية في مختلف القطاعات، قطاعات السيادية، قطاع الشركات، قطاع التأمين، قطاع البنوك. وعادة بتزامن مع المؤتمر نشر لعدة تقارير وأبحاث من طرف موديز. جيد. نود أيضا الحديث عن التقرير الذي صدر مؤخرا على هامش هذا المؤتمر فيما يتعلق بنمو وتطور المصرفية الإسلامية في السعودية، فحوى هذا التقرير. حقيقة احنا نشرنا التقرير امبارح. التقرير بتناول بالمجمل اربع محاور رئيسية. المحور الاول بنحكي فيه عن حجم سوق التمويل الإسلامي في السوق السعودية. حجم التمويل بحدود 300 مليار دولار، وهو الأعلى عالميا، بالمقارنة مع ماليزيا بنحكي ب 135 مليار دولار. فالسوق السعودي يعني زي ما بيحكوها بيحتل مركز الصدارة من حيث الحجم. المحور الثاني كان بنحكي على تركز سوق الصرافة الإسلامية في السوق السعودي. إذا بنطلع على نسبة التمويل الإسلامي من مجمل نسبة التمويل في السوق السعودي فهي بحدود 77%، وهي برضو الأعلى عالميا من حيث التركز. وبنتوقع احنا في تقريرنا انه نسبة التركز تزيد بالفترة من 12 ل 18 شهر القادمين ل 80%، مدعومة بطلب من قطاعي الشركات والأفراد على حد سواء. المحور الثالث اللي تناولناه بالتقرير هو تأثير التركز الصرافة الإسلامية على ربحية السوق السعودية. هو حقيقة التأثير هو إيجابي، زي ما بنعرف حوالي 62% من ودائع الأفراد والأشخاص في السوق السعودي هي ودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لا يتم دفع عليها أسعار فوائد، فبالتالي زادت هوامش الربح في السوق السعودية. فإذا بنحكي على تأثير الصرافة الإسلامية على السوق السعودي هو تأثير إيجابي. نسبة ربحية المصارف في السوق السعودية بالمعدل هي أعلى من 2%، وهي الأفضل إذا قارناها مع دول الخليج أو حتى الدول الإسلامية الرئيسية في العالم. آخر محور حكينا فيه أو تناولناه في التقرير هو البيئة التنظيمية المساندة للصرافة الإسلامية في السعودية، سواء كانت من مؤسسة النقد العربي أو سواء كانت من هيئة سوق المال أو حتى من وزارة المالية بالسعودية. جيد. سيد أشرف، يعني إذا السعودية هي الأعلى
في هذا الإطار، في إطار التمويل الإسلامي، وكذلك هي الأعلى في النفط في المنطقة. والنفط يتعرض بين الحين والآخر إلى تذبذبات في الأسعار، إلى ما ذلك من هذه التفاصيل. إلى أي مدى من الممكن للتمويل الإسلامي أن يختنس ربما مثل هذه الفرص؟ إذا بنطلع على توقعاتنا في موديز لأسعار النفط، بالرغم من التذبذبات الحاصلة بأسعار النفط، احنا حاطين انه بالحدود ان اسعار النفط راح تكون تتراوح بين ال 50 الى 70 دولار. اذا ظلت اسعار النفط في هذه الحدود، راح نشوف انه السعوديه او دول الخليج بالمجمل راح تكون بحاجه لتمويل عجز ميزانياتها. شفنا السعوديه واحد من 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 الدول السياديه اللي زادت اصدارات السكوك، فكان وجود أسعار النفط في الحدود الحالية داعم لسوق إصدارات السعود صكوك عفوا، وشفنا زيادة في هذا السوق سنة عن سنة، وهي السنة الخامسة على التوالي اللي عم نشوف نمو في 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 سوق الإصدارات بالصكوك. فتوقعاتنا بقاء أسعار النفط بهذه الحدود، برغم من الذبذبة زي ما حكينا بين ال 50 ل 70 دولار، راح يكون داعم لسوق إصدارات الصكوك. جيد. كان أيضا من ضمن ما تناولتموه عبر هذا المؤتمر وحتى عبر التقرير الحديث دوما عن الشركات الصغيرة والمتوسطة وعن التمويل الأخضر، يعني إلى أي مدى نود أن نستشرف آفاق أرحب في هذه الاتجاهات؟ هلا بداية بالشركات الصغيرة والمتوسطة، احنا واحدة من النقاط اللي ناقشناها في المؤتمر هي حجم التمويل لهذه الشركات. هي إذا طلعنا على حجم التمويل في السوق السعودي، بنشوف أنه 65% من التمويل هو تمويل موجه لقطاع الشركات بشكل عام. ولكن منحن هذا الحجم الكبير، نسبة التمويل للشركات الصغيرة المتوسطة لا زالت ضئيلة، بحدود 5% من حجم الأصول في السوق السعودية. وبنعرف أنه التمويل للشركات الصغيرة، زيادة التمويل للشركات الصغيرة المتوسطة، هي أحد ركائز رؤية 2030 في السعودية. فبنشوف توجه من الحكومة لدعم هذا القطاع وزيادة حصته من ناحية التمويل وزيادة حصته من الدخل القومي بشكل عام. مؤسسة النقد العربي بلشت حديثا تنشر تقارير عن حجم التمويل لهذا القطاع تحديدا، وبنشوف نسب زيادة في المجمل بين سنة وسنة، وبنتوقع الزيادة في الحجم لهذا القطاع. بالنسبة لموضوع الصكوك الخضراء، احنا زي ما بنعرف ماليزيا واندونيسيا بلشوا الإصدار في 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 نعم. الصكوك الخضراء بال 2018، والبداية هي الأصعب زي ما بيحكوها. صحيح. بس معظم دول الخليج عندها وعي بيئي كافي، وبنتوقع انه نشوف صكوك خضراء جاي من منطقة الخليج في المستقبل الغير بعيد إن شاء الله. وأيامك خضراء. أنا أشكرك سيد أشرف مدني، نائب الرئيس لقطاع المؤسسات المالية في وكالة موديز للخليج العربي، شكرا على وجودك معنا. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يستحق على الحكومة القطرية قبل نهاية العام الجاري أدوات دين محلية بقيمة 1,800,000,000 ريال. وأوضح كشف إصدارات الدين المنشور على موقع مصرف قطر المركزي استحقاق سندات محلية بقيمة 950,000,000 ريال خلال سبتمبر الحالي وأكتوبر المقبل، وصكوك محلية بقيمة 850,000,000 ريال خلال هذين الشهرين. ويبلغ إجمالي أدوات الدين المحلية من سندات وصكوك وأذونات خزينة نحو 127,000,000,000 ريال، وتتوزع على آجال تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات. اعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي مشروع تطوير الخدمات المالية الإسلامية، ويشمل هذا التطوير أنظمة ومعايير احترازية تراعي خصوصيات المالية الإسلامية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتعزيز نظم الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية، ومواجهة التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية على صعيد الموارد البشرية والتقنية وأدوات البنية التحتية.
قامت جمعية المصارف العمانية بالتعاون مع البنك المركزي العماني باستضافة ملتقى السوق المالية الإسلامية الدولية. ترى ما الذي أسفر عنه هذا المؤتمر من نتائج وتوصيات؟ نستوضح ذلك من ضيفنا عبر الهاتف من عمان سيد عوض باقوير الصحفي والكاتب الاقتصادي. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ عوض. ودعنا نقف، الله يسعد أوقاتك، دعنا نقف من خلالك على توصيات ومخرجات ربما هذا الملتقى. شكرا لكم. ما في شك كما أشارت التقارير الأخيرة بأن الاقتصاد الإسلامي أو الصيرفة الإسلامية أصبحت تلعب دور كبير فيما يتعلق بمجالات التنمية بشكل عام، وشراكة مع الحكومات في أهمية إيجاد توازن بين المشاريع، وأيضا فيما يتعلق بالاستهلاك أو يتعلق بالفائدة. وبالتالي أعتقد هذا المؤتمر الذي تنظمه جمعية المصارف العمانية من خلال التنسيق مع البنك المركزي، أعتقد سلطنا مؤخرا حقيقة شهادة المنافذ أو الصيغة الإسلامية نموا كبيرا من قبل المواطنين وأيضا من قبل الشركات والقطاع الخاص. وبالتالي أعتقد أن هناك تحديات حقيقية الآن فيما يتعلق خاصة بالفائدة، أو فيما يتعلق بمسألة السيولة، أو فيما يتعلق بإقناع المواطنين بأنه الصيغة الإسلامية جزء من الاقتصاد الكلي للدول. وبالتالي يعني تم نقاش هذا الموضوع، أهمية إيجاد مخارج معينة أو آليات قانونية أو شرعية فيما يتعلق بأهمية أن تكون هذه المنافذ أو الصيرفة الإسلامية تلعب دور بعيدا عن البنوك التقليدية، لأن البنوك التقليدية لها آليات محددة ومعروفة. وبالتالي يعني إغراء ومحاولة جذب شرائح معينة من المجتمع خاصة الطبقة الوسطى بأهمية أن يكون لها دور كبير فيما يتعلق بالشراكة، بمعنى أن تدخل هذه المنافذ أو هذه الصرف الإسلامية في مشاريع متنوعة منتجة بعيدا عن الاستهلاك وبعيدا عن يعني النظرية الرأسمالية المعروفة الآن في أوروبا وفي الولايات المتحدة بأنه يكون الإنسان دائما أسير الاستهلاك وأسير بعيدا عن الادخار، بعيدا عن أن يكون لديه يعني فكر متنوع بحيث أنه يستطيع أن يوازن بين حاجاته الأساسية في الحياة. أنا أشكرك الأستاذ عوض باقوير الصحفي والكاتب الاقتصادي، كنت معنا من مسقط، شكرا جزيلا لك. أنتم تشاهدون مشاركة من CNBC عربية فيها بعد الفاصل: التضخم والركود وعلاجها من منظور إسلامي اقتصادي، بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في مشاركة. لا يوجد حتى الآن في الكويت مقياس أو معيار لتقييم أداء الشركات في مجال خدمة المجتمع، فكيف تتعامل المؤسسات المالية الإسلامية الكويتية مع هذا الملف؟ التقرير التالي نحاول فيه الإجابة على بعض هذه التساؤلات. المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات أخذت شكلا جديدا في الأعوام الأخيرة، فعلى الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن مقياس أو معيار لتقييم أداء الشركات في مجال خدمة المجتمع، إلا أن المسؤولية الاجتماعية أو CSR أصبحت جزءا من عمل هذه المؤسسات مع اختلاف أحجامها. المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية ربما المسؤولية عليها أكبر من غيرها من البنوك والمؤسسات التقليدية الأخرى، بسبب أن الناس تظن فيها خيراً يعني، وبالتالي تريدها تتجاوز مرحلة بعض المبادرات المحدودة التأثير كالقروض الحسنة أو التبرعات ورعاية فعاليات أو نحوه، تتطلع منها أن يكون لها دور في قضية حل المشكلات الحقيقية في المجتمعات العربية والإسلامية.
وفي الماضي كان العمل المجتمعي يقتصر على تقديم إعانات مادية أو رعايات، وكانت الأموال يتم تحويلها إلى جهات متخصصة في العمل الاجتماعي والخيري. ولكن الموضوع تطور في الوقت الحالي، وأصبحت المؤسسات المالية هي التي تقوم بهذه الأعمال من خلال إدارات أو حتى جمعيات تابعة لها. الآن كثير من مؤسساتنا المالية سواء الإسلامية أو حتى يعني التقليدية، سواء المصارف التقليدية أو حتى المصارف الإسلامية، أصبحت عندهم كيانات إدارية، وحدات إدارية داخل منظومتهم معنية بقضايا المسؤولية المجتمعية. إذن هذا تطور، وهذا تطور محمود، لأن المسؤولية المجتمعية تجاوزت، فالمؤسسات اللي ما زالت باقية في المرحلة الأولى اللي هي تقدم دعم بطريقة حقيقة غير مدروسة أصبحت يعني تجاوزها الزمن. وعلى الرغم من محاولة المؤسسات المالية لعب دورا بناء في المجتمع وربط المسؤولية الاجتماعية بالأهداف المستدامة، إلا أن معظم الجهود تظل فردية وتأثيرها غير كبير، وتتركز معظم الجهود في قطاعي التعليم والصحة. لذا من النقاط اللي أنا أعتقد قادة المصارف لازم يركزون عليها قضية خدمة المجتمع. هم عندهم طبعا كلهم الآن لو يعني إخواننا بنك البركة وبنك المزاك الكل يتكلم، المصارف الإسلامية يتكلمون عن التعليم والصحة بالدرجة الأولى في دعمهم. وهناك مؤسسات مالية إسلامية كبيرة استطاعت أن تبرز في مجال العمل الاجتماعي، وأنفقت أموالا طائلة في قطاعات التعليم والتدريب وتوفير الوظائف، ولكن تظل إنجازات المسؤولية الاجتماعية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية متواضعة مقارنة بالمجتمعات الغربية التي حققت خطوات كبيرة في هذا المجال. إذن طالما نحن نتحدث عن المسؤولية الاجتماعية، ينضم إلينا من الكويت الدكتور وليد عبد المولاه المستشار بالمعهد العربي للتخطيط. أهلا وسهلا بك معنا في مشاركة، ودعنا الله يسعد أوقاتك نتشارك الرؤى والأفكار فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية. هناك الأوقاف يعني بشكلها اللافت طبعا والمميز، يعني إلى أي مدى من الممكن للمصرفية الإسلامية أن تستثمر ربما مسألة الأوقاف وتقوم بتطويرها وإحداث إضافات نوعية لها؟ هو الحقيقة الأوقاف وبيت الزكاة من المؤسسات التي تمثل تجارب ناجحة وواعدة، وقد الحقيقة وسعت نشاطاتها، وهي نشاطاتها كلها متصلة بمبدأ المسؤولية المجتمعية، وأضافت لهذه التجربة صبغة عصرية في نشاطاتها، وكذلك قامت باعتماد حوكمة رشيدة، وهذا ما أعطى الأوقاف بالخصوص وبيت الزكاة في دولة الكويت وفي دول أخرى كذلك الحقيقة هذا الطابع الذي تتسم به وأصبحت تمثل قدوة ومثال يحتذى به. الحقيقة إذا هذا نرجع الأمور إلى المسؤولية المجتمعية لدى المصارف الإسلامية، إحنا لابد أن نقف عند نقطة مهمة، كونه المسؤولية المجتمعية كما هو في نشاطات الأوقاف وبيت الزكاة هي أصيلة في التشريع الإسلامي. يعني كل النشاط الذي يتصف اليوم بشكل معاصر بمسؤولية مجتمعية هو أصيل في التشريع الإسلامي، على أساس أنه الشريعة الإسلامية أتت بالتكافل الاجتماعي وبرعاية الآخرين والتكافل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجميع. هنا نرجع إلى السياق التاريخي كذلك إلى للمصارف الإسلامية، والتي هي حديثة النشأة نسبيا، يعني ظهرت أغلبها في نهاية الستينات والسبعينات. في بداية هذه التجربة للمصارف الإسلامية كانت العملية أو هدفها الأساسي هو إظهار وأنه من الممكن أن ينجح التمويل الإسلامي، وعليه ركزت هذه المصارف الإسلامية خلال العقود على النجاح في أنشطتها والتركيز على أنشطتها الأساسية. اليوم انتبهنا وأنه انتبهت هذه المصارف الإسلامية في الكويت والمنطقة العربية إلى كون مطلوب أو هي مطالبة بتوسيع نشاطاتها
ودمج المشاغل الاقتصادية للمجتمعات والمشاغل الاجتماعية والبيئية في نشاطاتها. نعم. الحقيقة المصارف الإسلامية في الكويت وبقية الدول العربية لا يعني نشاطها أو تفاعلها مع المسؤولية المجتمعية متفاوت جدا، بين الأعمال التطوعية والهبات النقدية والعينية ومصارف أخرى الحقيقة تقدمت أكثر بكثير نحو مسائل أخرى متقدمة في بيئة العمل، في آثارها الاجتماعية والاقتصادية. نعم، ولكن دكتور، وحتى بعض المصارف نعم أنا آسف للمقاطعة، يعني دعنا نتحدث عن أن المسؤولية المجتمعية هي حق صميم لهذه الشركات تجاه المجتمع وليست منة أو هبة إلى ما ذلك بشقيها الإسلامي أو التقليدي، وأحيانا ينظر إلى الشق الإسلامي بأنه معني أكثر باعتبار أن هناك كثير من القيم الإسلامية التي تحوض على ذلك بشكل مباشر. يعني إلى أي مدى هناك ضرورة لوجود معايير ربما وأسس تلزم هذه المصارف بضرورة الاطلاع بهكذا أدوار؟ سؤال مهم جدا اليوم، خاصة بالنظر إلى هذا التفاوت المهم في الممارسات التي يعني نشهدها اليوم في الكويت وفي المنطقة العربية. صحيح وأنه العين على المصارف الإسلامية، لأن المصارف الإسلامية تحتاج إلى مصداقية وسمعة، لأن تسعى إلى تعظيم الربح من جهة، ولكن كذلك إلى تعزيز هذه المصداقية لدى القاعدة العريضة للجمهور، بمعنى وأني تحاول أني توسع قاعدة المودعين لديها، وهذا مشروع لها. ولكن العين على المصارف الإسلامية لأنه كما أسلفنا المسؤولية المجتمعية هي أصيلة في التشريع الإسلامي، وعليه نطالب المصارف الإسلامية أن تخطو خطوات أسرع حتى ممكن من المصارف التقليدية في هذا المجال. نعم، أنا أشكرك الدكتور وليد عبد مولاه المستشار بالمعهد العربي للتخطيط، كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. شكرا. في أعقاب الكساد الكبير الذي واجهه العالم في عام 1929، قدم الاقتصادي البريطاني كينز بعض التوصيات لعلاج ذلك، منها خفض الفائدة وتقليل الضرائب. فما هو رأي الاقتصاد الإسلامي في كل ذلك؟ نتابع. بضائع لا تجد من يشتريها، سلع مكدسة في المخازن، عمال تسرح تدريجيا، وتجار عاجزون عن سداد التزاماتهم المالية، والحصيلة إفلاس وبطالة. يعتبر الركود الاقتصادي من أخطر المشاكل التي تواجه الاقتصاد العالمي، ويرى الاقتصاديون أن الحل يكمن في التدخل الحكومي، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات التحفيزية، ومنها تخفيض الضرائب وخفض سعر الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي والاستثماري. الطريف في الأمر أن هذه العلاجات هي عكس الإجراءات المتبعة لعلاج التضخم. الاقتصاد الإسلامي قدم وصفة طبية واحدة تعالج الكساد كما التضخم، وذلك من خلال خفض سعر الفائدة إلى الصفر ودخول البنوك شريكاً في العملية الاقتصادية. هذه الأمور لا شك تحفز النمو، وفي المقابل فرض الإسلام منافذ ثابتة لتصريف الفائض في مشاريع مجتمعية غير استثمارية، وذلك من خلال الزكاة، وبذلك يضمن تحقيق التوازن بين نمو الاقتصاد وإعادة تصريف الفائض في شكل مشاريع خدمية تذهب إلى المستحقين، لا سيما من أصحاب الدخول المنخفضة، وهو ما يؤدي إلى زيادة في حجم الاستهلاك، ومن ثم زيادة في حجم الطلب الكلي، فتظل الأسواق في حالة حركة مستمرة. انتهت حلقة مشاركة لهذا الأسبوع. الأسبوع المقبل بمشيئة الله لقاء جديد في ذات المواعيد. حتى ذلك الموعد دائما تابعونا على موقعنا cnbcarabia.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ويوتيوب. في أمان الله.